اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بندر وبندرت، رجعت لكم مقطع جديد. في هذا الفيديو راح نلعب بلاك اوبس 4 طور البلاك اوت او الباتل رويال. ترى ما قد جربته ولا جيم راح اجربها في هذا الفيديو، بس اللي عجبني في اللعبة ان الماب اصلا من مابات كثيرة من الاجزاء اللي قبل حاطينها كذا في ماب واحد. قبل ما نبدا حاب اني اشكر اكتيفيجن على رعايتهم لهذا الفيديو. باذن الله راح تحصلون في صندوق الوصف او الديسكربشن مواعيد البيتا، متى تفتح ومتى تقفل لكل الاجهزة. ما طول عليكم يا شباب، لا تنسون اللايك وخلونا نبدا. يا سلام، اوكي المهمة اقتل جميع اللاعبين. ما عليك. اوه طائرة كثير يا جماعة. واو دام اوكي. خلونا نشوف الماب. اوه طيب خلونا ننزل اول حاجة المصفوفة. حسيت خلونا اول حاجة ننزل المصفوفة. حسيت اني رياضيات ما ادري. ايه اوكي على طول لازم ادور لي سلاح، لازم اكون سريع مره. يلا ايش ضمادات ضمادات؟ لا ابغى سلاح، ابغى سلاح للشباب. ايوه ايوه جيب جيب فرد جيب فرد ماجنوم. ها اوكي ايش هذا السلاح؟ خذ 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 اوكي. اوه درع اثنين تيم. خذ ضمادات. يا سلام. يا شباب بس الايم يعني اول جيم خلاص. يلا يلا شباب راح انزل نيوك تاونا بسرعه بسرعه. يلا اوكي هنا نيوك تاونا. اوكي والله احسب الحمام هذول كلهم انه اعداء، بس الحمد لله. اوكي يا سلام الباص ليه مدمر كذا؟ من دعس ذا المكان. اوكي خذ خذ يلا درع درع. سلاح سلاح قبل اي واحد، قبل اي واحد سلاح ارجوك. حسبتها واحد حسبتها واحد. اوه سيارة سيارة. خذ 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 برضو سلاح سلاح حلو رشش هذا. تمام خذ السيارة. سيارة استطلاع يو اي في يعني ولا ايش؟ ايش هذا؟ الصمت المطبق. ها ايش ذا؟ اوكي ديم نروح نشوف ايش الوضع. ها ايوه شوفوا شوفوا. خلص خلص غادر غادر السيارة غادر. ايش ايش؟ اوه الزون الزون نسيته. شوف شوف والله شوف في الجسر يا جماعه يسوي هذه الحركه، سوي زيه. يلا يلا وبعيد مره ما راح اقدر اصوب عليه. ابلع ابلع دعسك دعسك. ها اوكي ها في واحد ثاني يطلق، في واحد ثاني يطلق. شوف شوف ايش عنده، تجهيز على قوه الظهر. خذ يا رجال. اوه عنده سلاح شكله فخمه. ها منظار ليزر سكوب اثنين تبدل مقبض. اوه لا يطلق علي هذا. خلنا انزل هنا خلنا انزل. ايش ليش ليش الجو صافي؟ ليش تبرق؟ اوه صح زون زون. الله يقطع ذا الوجه يا شيخ. يلا 34 خر. راح انزل التصديع المائي. يلا ها خذ الفرد. يلا الفرد لعبتي يا شباب ما عليكم. اوكي لا خلاص مو لعبتي هذا احسن. اوه هذا السلاح الجماعة عجب مع اضافة على طول. وبعدين هذا ما بعرفه برضو. ها والله اني اعرفه هذا الماب، كان كثير اندعس هنا. لا لا فينو فينو بجنبي طلع. هذه المرة شباب نزلت فايرنج رينج، اوكي؟ اللي يذكره في كود 7. كان زمان لانه الانجليز بيفضح هنا الانجليز مرة تمام؟ كان اسمي فايرنج رينج مدري حاجة زي كذا. واو يا سنايب اسعافات اولية اوكي. لا هيلث 27 الله يقطع ذا الوجه. هنا في سلاح ذي المرة سريع في سلاح ما في سلاح. اوكي في في لا في اوكي في واحد هنا. ابلع ابلع تبغى تبكس انت وجهك تبغى تبكس. في واحد ثاني شباب. انا في الزونة تمام. خلنا نسمع. لا اله الا الله لا اله الا الله. ابغى رصاص لهذا السلاح اللي عندي. اوكي سكوب سكوب اثنين ينفع مع هذا السلاح حلو. كسر هذه ان شاء الله داخل في صندوق. لا تقول لي اقدر اطلع هنا. او ماي جاد شوف السنايبر دحين بس. دمجته؟
يا جماعة جالس أدمج أنا الشخص ولا الدباب؟ والله بس ديمي الاحتراف. أنزل أنزل قبل ما تندعس. كيف أنزل؟ كيف أنزل يا جماعة؟ كيف أنزل؟ كيف أنزل؟ شبه أزبن أزبن هلث هلث هلث. لا تقولي في واحد هنا. أوكي ما في. كسر كسر خشب بسرعة. أوكي والله خلاص والله. ها في سيارة جاية. يب سيارة جاية. يا أخي موت يا أخي موت يا أخي. إيش ذا الكذب؟ عنده درع اثنين. بس الموسيقى حلوة. هذه المرة شباب نزلت طرف المابا اللي هو مصنع هنا. اوكي اتوقع اني نزلت في مكان بدون اسلحة فالعيد. يب ما في اسلحة العيد. ارجوك ارجوك. اوكي سلاح حلو حلو خذ بسرعة. تعال 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 تعال. اليوم ما تروح اليوم. اليوم ما تروح. اوه حندعس من واحد ثاني. اوكي قتلته حلو. المكان هادئ. اوكي ضمادات خذ خذ خذها يلا. لا والله بس صح مت. بس والله ذكاء اني اطلق من داخل هذه. ها شباب طيب اقل حاجة اجيب التوب 10 مثلا انه توب 10 يلا. بلاك اوت بلاك اوت. حسبت اني راح اضبطها معايا. هذه المرة راح انزل مكان اتوقع ما حد راح ينزل. وها نشوفه هنا المنارة اسمه. يلا يلا. اوكي شباب اتوقع اني ما راح اوصل بس نقول ان شاء الله. ايوه يلا قربت قربت. هذه المرة لا حد يقتلني ولا اقتلك. خلاص خلنا نلوت اقل حاجة بس. ياهو في دباب جاي. خذ خذ سلاح بسرعة واستقبل. ها خذ يلا. اوكي شوت جن. ايوه تشوفون الدباب هذا هو شكله زابن. خلونا ناخذ احنا الدباب ويلا بسم الله. ايوه كيف الف؟ اي كيف اللفه؟ كيف اللفه؟ شكله هنا لوت اخذ سلاح. اي فين اختفى؟ والله اعطاه اختفاء. والله الاختفاء الاختفاء مره. اوكي يا جماعة شفتم رجله رجله اعطيته طلقة في رجله. دايم يا الاحتراف. اوه دقيقة دقيقة الزون الزون. يلا خلونا نلوته سريع ونروح نهلث. نروح نهلث نروح على الزون. انا مضيع. اوكي ضمادات منظار اثنين. لا صورة اضافية اجيب كاتم مع ذا. يا سلام منظار ليزر حلو. تجهيز. اوه هي المونكي المونكي دايم مولتوف ريوس. السلام عليكم. كي مع هذا الطريق يوصلنا للزون المفروض. كي ان واو. اوكي خذ 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 عليها هذا. يا سلام قال ان شاء الله ان شاء الله ان هذا جيمي ان شاء الله. احتاج درع باقي. يا سلام درع حلو. يلا يلا الزون خلاص قريب مره خلونا نحرر. شوف هذا المكان سريع مره على السريع كذا تشوف لو في حاجه. يا سلام درع اثنين حلو جدا. اسمع صوت دباب شكله جاي شكله شكله شافني وجاي. والله حسيت يدور لي يدور لي صح. يلا اصبح اصبح يا رجال ان شاء الله انه ما حد يشوفني. اقدر ايوه اهم حاجه اني اقدر اغطس بس حلو. بس كيف اعرف اني راح اتعب ولا لا عشان الكليه؟ يلا باقي 15 شباب. هل سنتمكن من الوصول ام لا؟ دخلت الزون الحمد لله. شباب باقي 10 باقي 10. اوكي دخلنا التوب 10 دخلنا. يلا هذاك بريكنج باد مخدرات من ما ادري فين حيكون. او ماي جاد يا زون اشكرك يا شيخ اشكرك. اوكي شفته في المبنى الثاني. المبنى الثاني شفته. خذ خذ احرقه يا رجال احرقه. ها موت يا شيخ موت.
راح؟ فين راح؟ يا جماعه ما انا قادر امسك يدي، ما انا قادر امسك يدي. اخي باقي اثنين ما انا قادر امسك يدي. الزون بعيد، شكل حمشي على الطرف. انا ها في واحد هنا ممكن. بسم الله شباب. اوكي حرك مع الطرف، مع الطرف انت بس تحرك. ايوه اوكي شباب، عندي لاج ولا ايش؟ والله ما ادري، في حاجه غلط. حرام يا شباب، المركز الثالث. اوه بالله كم الهيلث. الو انا ما دمجته ولا ايش؟ ايوه تقابلوا. ايش يسوي ذاك اللي قدام؟ مسوي فيه احتراف سنايبر يعني ولا ايش بالضبط؟ الله مبروك الفوز يا خرا. اوكي بس شباب نوصل لنهايه الفيديو، اتمنى انكم استمتعتم. قولوا لي في الكومنتات ايش رايكم في طور البلاك اوت، وبس لا تنسون تقيمون المقطع وتعطون لايك، ونشوفكم على خير. سلام عليكم. والله